اخبار اليوم. بعد كده يعني غير بقى كده وكده، انا لما قالوا لي وقالت لي انا مضيت وبتاع، قلت بتشتغلني بصراحه، وفي بعد ما الصوت يروح يرجع. لا فمقوله الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هي بيقول غير العتبه، لما كان بيروح حد ظروف ضيقه فغير العتبه. العتبه مش البيت، العتبه الزوجه. انا ما قفلتش سنه وتيجي يحصل لي الدربكه دي كلها، يبقى انت ادم وحش عليا بصراحه، انا صريح. فدماغي قافله ان لازم اغير العتبه، انا مش بهزر والله ويمين الله زي ما بقول لك. لما ربنا كرمني وشال البتاع ديت وبدات اتكلم، ندم بقى، بدات ابوس ايديها ورجليها وراسها واقول لها سامحيني لان انا ظلمتك. قولي لي ان انا مسامحك. ايوه ظلمتها، لا اله الا الله، والله يا مدح ظلمتها. انما تفكيري خلاص، لا ما هو ما تعرفي امتى وانت صح، بس فتره خلاص.